رب إلهنا القدوس يملا كل الكائنات من عدم خالق المياه وضابطها بحكمة قدرتك أن تبارك هذا الماء وقدسه بقوة روحك القدوس الصالح والمحيي وفعله وحلوله اجعله صانا لعبيدك من كل مضرة مبيدا الشياطين معيزا أبحار السحرية المتنوعة اجعله شفاء الأمراض وفران الخطايا طبا الآلام تنقية النفوس والأجساد تقديسا المنازل ومجلبة لكل منفعة أنعم الذين يتناولون منه ويمسحون به بالتقديس والبركة والعافية لكي تمجد بذلك اسمك القدوس أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. إلى ربي نطلب يا رب أيدهم بأنوارك الإلهية سدد خطواتهم في مسارك الحق والعدل والاستقامة وكل عمل صالح واجعلهم يستلهمون دوما تعليمك الإلهية وتعليم كنيستك المقدسة حتى إذا أتموا على الأرض المهمة التي دعوتهم إليها ينالون الثواب السماوي الذي عددتهم فيه فإنك أنت ملك السلام مخلص نفوسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك مانحا بك عيلتك خلص يا رب شعبك وبارك انا بعتذر طبعا في ناس كثير اصدقاء واصحاب اللي يعني ما كان في مجال انتوا شايفين المحل ضيق بطبيعه الحال بس كان لابد انه ادعو من بين الموجودين هون اذا بتنتبهوا طبعا ممكن تنتبهوا في اقارب طبعا لي انا عندي اصدقاء في عندنا جيران كمان بالمكتب هون في عندنا رفاق درب ناس اللي احنا بنناضل مع بعض في قضايا اللي هي محقة لأبناء شعبنا وفي زباين طبعا عرب ويهود اللي انا شفت من المناسب انه ادعيهم اليوم وترددت احكي لكم صراحة مش اشي مفهوم ومفروغ منه انه انسان اللي بيشتغل 35 سنة بنقل من مكتب لمكتب يعني اشي طبيعي انه يعمل احتفال بس بعتقد اجتني فكرة اقول ليش ما اجمع الناس كلها اللي انا بحبهم واللي بودهم واللي اكثر من هيك يعطوني ثقتهم احنا المحامين والزملاء المحامين اكيد بيعرفوا قديش قضية الثقة غالي بتكون واللي هي بتشكل اساس عملنا وحياتنا بدون هاي الثقة احنا طبعا ولا شيء بنسوى بالعكس يعني حتى محامي لما بيفقد ثقة الزبون فيه بيعتبر ان الموضوع انتهى فكرت للحظة ليش كل الناس اللي بعرفهم انا ما بعرفهم غير يا بعد حادث طرق او بعد تسليم الشك يعني معقول العلاقة تبدأ هيك وتنتهي هيك لا مفروض انه هاي الناس اللي في علاقة مودة وحب وانا بحكي لأقارب وبحكي لأصدقاء وبحكي لرفاق ضرب ولزباين ولجيران مفروض اذا انا سعيد اليوم في هاي المناسبة وانا كثير سعيد طبعا بالانتقال لمكتب جديد حتى لو بعد 35 سنة في شعور بالتجدد شعور بالتجدد بشعر فيه لما بشوف أبوي اليوم موجود معي والناس الكبار بالعمر كلكم كبار قدر أكيد موجودين معي هون وبيشاركوني بشوف إنه حقي وواجبي إنه أنا بهاي الفرحة أشرك الناس اللي أعطوني الثقة أنا كثير بحبكم كثير بحترم حضوركم كثير بقدركم وإنتوا عمليا بحضوركم لهون إنتوا جايين الطلول إحنا كمان بدنا نجدد الثقة فيه طبعا إحنا بنعرف بعض هون أنا وعد لإلكم أنتوا إحنا نستمر في طريقتنا وفي طريقنا الوعد اللي دائماً بنعطيه للناس إحنا علاقتنا مع الناس ما بتنتهي بكل تواضع بنحكيها بمجرد عمل تقليدي وإنما تفاني نقول إن شاء الله الله يقدرنا للمستقبل نستمر في الطريق كل ما أعطانا الله أكثر إحنا على استعداد أكثر نعطي إن شاء الله للمستقبل أنا بدي أنتهز هاي الفرصة طبعاً بدي أشكر عائلتي الكبيرة لما بقول عائلتي الكبيرة يعني عائلتي وعائلة زوجتي بالما خواتي بالأصل أهلي إخوتي وخواتي
خوات بلما واشرف وكل الاقارب، انا كلكم بعتبركم عائله وحده اللي ساهمتوا العمل وهذا النجاح، وكمان مره في بكل تواضع مش نجاح فردي، دائما بقول الا يكون نتيجه دفء وود ومحبه وثقه من الكل. شكر خاص لابوي اللي كثير ساعدني طبعا لاصل لهي المرحله، مش بس ساعدني اعطاني شعور، دائما ابوي بيعطيني شعور وامي طبعا انه انا بعد ولد صغير، وإذا ولد صغير وانت مسموح لي اتجدد، وكل ما اعمل شغله بدي افرح، بدي انبسطه معكم. اول ناس لازم ادعيكم، مين اول ناس بتذكرهم؟ بتذكر الناس اللي بنحبهم، الناس اللي بنشعر انه في موده، في محبه، في ثقه. انتوا كلكم بتجمعوا كل هاي الخواص على اختلاف طبعا معايير ممكن تختلف، يعني ممكن اقاربي كمان يكونوا زبايني، ممكن رفاق الضرب اللي احنا بنشتغل معهم باي يعني مجال ما له علاقه في المكتب كمان في زباين، وفي ناس اللي هن اصدقاء، يعني هي بتختلط الامور. بس انا شفت انه هاي العينه بتمثل الناس اللي انا بحبهم واللي ممكن يشاركوني اليوم في هاي المناسبه. طبعا شكر خاص للي ساعدني في ترتيب الامور في للمكتب لكيف وصل، بحكي عن المقاولين اللي اخذوا في الاعتبار ظروفي الشخصيه، انا طبعا بحكي بالنسبه لكمان لعائلتي اللي وقفت معي وقفه بالفعل حقيقيه، ابوي وامي خواتي واخوتي، وكمان عائله زوجتي فيلما. وبدي اشكر يعني بشكل خاص اشرف اللي هو يعني بمثابه عمود اساسي في المكتب اللي ضحى بدون اي حدود، ما في حسابات، ما فيش علاقه مشغل وعامل وشغل بالمرة، بالعكس عطاء بدون حدود. انضمت لإلنا بعدين بنتي، انتو بتعرفوا كمان قبل أكثر من 3 سنين. كمان في شكر خاص لشهيرة اللي أعطت قبل كثير كثير وبعدها لليوم، والأكثر وأكثر ومجبور أحكي هذا الشيء لسميرة أخت بالملي، كانت مديرة المكتب. يعني ما كان بيقدر هذا المكتب يطلع غير ما يكون فيه هذا شو بيسموه متائين بعلوت بين كل الناس. شكر خاص للجميع، واكثر واكثر كمان لاختي سلمى الكبير اللي هي بمثابه الام الثانيه اللي اعطتني كل الدعم واللي هي اقنعتني انه بالفعل لازم اخطو هاي الخطوه. كثير بحب تشعروا انكم انتم هون في البيت، رجاء يعني كل واحد يعني يتصرف وكانه في بيته حتى كلنا نشعر بالفعل نفس الشعور. بتامل ان شاء الله اقدر انا اكافيكم ان شاء الله بمناسبات فرح وسعاده في المستقبل. وكلمه واحده بس لا كمان للزباين والاصدقاء اليهود، اني امرتش كان يش اوسف شل كروفيمش بحاي ديديم حبريم لمكسوا شخنيم بجامل كحوت عم كلاما كشر وكشر شل يديدوت واهبا وايمون لو انو سكوكيم تميد بحيين بحيي ابو دا وبحيي يوم يوم اخين حلفوش 35 سنين حشفتي مي يخل يشتتف بالسمحات سمحتي بافتحات مصرات حداش ام لو اوتام אנשים بنيوحات اللي شنتنو بايمون مكل من مكومات بارض تهيتي ام لكوحتاي اني بوجش اوتام اخبرك احري تونات درخيم او تونات ابودا بهكشر لخورا مستيين بمسيرات تشيك بيجي بتسويم بكيميا مارش كخ ومتصاد اخاتم يوتئين لفحوت اللي شنمصئين كان من الكوحات و אני אומר את זה בשיא הצניעות. הקשר שלי עם הלקוחות אף פעם לא מסתיים במסירת צ'ק. תמיד אני חותר לקשר של ידידות, קשר משפחתי, ואכן תמיד הייתי שמח להשתתף בשמחות של הרבה מהלקוחות שכיבדו ונענו לבקשה שלי ולהזמנה שלי להשתתף בשמחה שלנו להיום. מי ייתן ונפגש רק בשמחות, יש לי רק בקשה אחת.